اهلا بالباشا. اهلا اهلا باشا. اهلا بالباشا. وسيم ما بدك تسلم؟ كيفك يا باشا؟ تفضل ارتاح. انا هون مش الباشا، انا هون صديق. شو هالمفاجاه الحلوه يا باشا؟ اشتقت لكم، قلت بتغدى معكم. وسيم قريت شو كاتب اليوم الصحافي المتمرد عني وعن الدوله العثمانيه؟ الصحافي اسمه نجيب. الصحافي كاتب العسكر العثماني مش انسان، العسكر العثماني ما عنده احساس. الصحافي كاتب ان الدوله العثمانيه ستنتهي نهايه المجرمين. ايه عافية؟ معه حق. وسيم تركي، ام وسيم تركي يحكي اللي بقلبه. مريم استيري، شو عم تعملي هون؟ الباشا هون. ايه وقفه شو اول مره؟ عطول بيجتمع مع استاذ وسيم. ليه مظبوط ما بيجتمعوا ابدا. يا دليل الله يستر. انت ما بتعرفي الاستاذ وسيم؟ أفكاري مش صعبة يا باشا، واللي براسي لازم يكون براس كل إنسان وطني وإنساني. فسر لي وسيم. شو بدي فسر لك يا باشا؟ الدفاع عن النفس بده تفسير، الحزن على الشهداء بده تفسير، المطالبة بالاستقلال بده تفسير. نحن اللي عم نعمله هالكم مقاوم وهالكم شب هو حقنا الشرعي اللي لا بده تفسير ولا بده تبرير. انتو هالكم مقاوم مثل ما انت عم بتقول عم تعرضوا حياتكم وحياة عيالكم للخطر وما حدا حاسس بوجودكم. لو ما حدا منتبه لوجودنا مثل ما عم بتقول ما كانوا كل الموجودين هون طابقوا علي وجابوني لحتى اتغدى معك. وسيم قبلت اجتمع فيك مش لاني خايف منك. وسيم قبلت اجتمع فيك لانه الكل خايف عليك، انا كمان خايف عليك. هلا بعد بقدر احميك ودافع عنك، بعد شوي خلص ما بيعود فيي اعمل شيء. انا ما بدي حمايه لاني مش خايف. وليش بتتخبى مثل الجبان ورا اسامي مستعاره ورا رشالات وبراني؟ الاحتياط شي والخوف شي تاني يا باشا. ولا سؤال أجي، ما تسأليني ولا سؤال. شو عم بيصير مريم؟ شو اللي عم شوفه بوجهك؟ شو اللي عم تشوفي بوجهي أجي؟ ما بعرف، غريب وجهي. أجي جوزي مات، كيف بده يكون وجهي يعني؟ أنا بأتعس حالاتي. ما بعرف، بس في شيء أكتر من الحزن. صدقيني مريم وجهك غريب علي. شو فيهم هالحصص؟ شوية رز ونتفة زايد، ملح وسكر ونتفة كشك. اوف اوف اوف، صيدي حرزاني يعني. من وين؟ حرزاني كتير،
دفعنا حقها غالي. دفعتوا حقها؟ قديش؟ دفعنا حقها سعد وراجي، شاب بين بسو الدنيا. فعلا غالي. كم حصة رح يطلعوا؟ هو النيل شوي. قال نعمة كريم. اهلا بكفى. شو بكون طالعين نازلين؟ مع اساس مش نازلين قبل الخميس. الاستاذ جد علي شي بالعيلة. قلت بنزل معه من ميلة بحميه، من ميلة تانية بتفق معك على شوية تفاصيل مشان تهريبك. خبرني جد شي؟ طبعا جد. خير. ليش بعد عايش قاعد بوابة؟ ما وزعتوا الفضلات؟ ما لستنا، بس في ناس أكثر ما في فضلات. عم يكتروا. عنا كمان هديت المشكلة. أكيد عم يكتر وراح يكتر وأكتر وأكتر إذا الأوضاع بقيت هيك. حصار مش نحن سببه ولا الجراد أكيد. كل شيء أنتو سببه يا باشا، حتى الجراد. عم بتزيدها وسيم. انتبه وسيم، عن جد أنك عم تزيدها شوي. الباشا مش هو سبب كل مأساتنا، نحن كمان عم نغلط بحق حالنا. يبدو انكم توترتوا بسببي، رح اترككم تكملوا اكلكم على رواحكم. لوين حبيبي؟ بعد ما شبعنا منك. ما عليك، اعصابي متوتره، مش عم بقدر اضبط حالي وما بدي احرج عمي ناظم ببيته اكثر. عمي انا بعرف انك عملت كل هالشيء لمصلحتي، بس ما تخاف، ما حدا بيموت قبل وقته. خطركم. لوين رايح؟ الجبل. انتبه يا حالك. خاطرك يا باشا، شفت عم بتلتم قدامك قد ما عندي ثقة فيك، صرت تعرفني حتى ملتم. وليش عم تتلتم ما دام في ثقة؟ عندي ثقة فيك مش برجالك. خاطركم. دخيلك يا باشا، هيدا شب وطايش. شب ايه؟ طايش؟ لا تفضل. فعلا الاستاذ، انا قلت مش رح بتضاين جوا كثير. قلي مريم وين بتشتغل؟ مريم ما غيرها؟ ايه جوا عند الخواجات. بعرف بعرف، بس وين الأوضة اللي بتشتغل فيها؟ فيك توصلني لها بدون ما يشوفوني الخواجات؟ ليش استاذ؟ جاوبني بلا أسئلة. نعم في، من هون من طريق المطبخ. طيب خذني هكا. تفضل. ايه عبدو. استاذ وسيم. مريم شو حلو الصدف، شو حلو الحياة لما بتقري لنا أفكارنا وبتنفذنا إياها. كيف يعني؟ وعدت عناد ووعدت حالي إنه إذا نزلت على بيروت أول بيت بزوره هو بيتكم، بس نزلت فجأة ما كان معي وقت أمرق لعندكم. حسيت حالي كذاب، ما وفيت بالوعد، وأنا عم بفكر هيك شفتك قدامي ما صدقت. شو بكي مريم؟ ليه عم تبكي؟ قلت شي زعجك؟ أنا بعتذر. مش أنت لازم تعتذر، أنا. ليه؟ شو عملتي لتعتذري؟ جبانه واطيه، خفت اقول حقيقه قدام الكل، خفت يشحطوني. عملت نجيب جبانه يشتغل بالسخره، هو مات بطل. روقي مريم. استحيت منك. اوعى تستحي مني، انا بعرف اسلوب فيك. بدي اعيش اي معلومه. ما بقى تعطيني اعذار، اللي عملتيه مش ضعف، بالعكس أنا كمان بهرب،
بتلطم الحيطان وبخبي وشي واسمي منشان ما يقتلوني. ما بدي اياهم يقتلوني، بعد في كتير اشياء اعملها فشلوا يقتلوني. وانت كمان لازم تفكري هيك، فشلوا يخربوا لك بيتك. خربوه وخلصوا. مريم، كنت ناوي بأول زيارة بروح فيها لعندكم أحكي معك بموضوع عماد. شو بو عماد؟ بدي حطه بمدرسة، مدرسة خاصة. مدرسة خاصة؟ يا دلي كيف بدي أقدر له؟ أنا بقدر له. لا أستاذ. بلا مريم، نجيب نصاني بابنه وفيكي، وأنا وعدته وعد الحردين، وأنا إنسان حر. ولادك أحق بمصرياتك أستاذ. أنا أعزب مريم، ما عندي ولاد. تسمحي لي أعتبر ابنك ابني وأنت ونها عائلتي؟ عائلتك؟ خياتي، هيك قال لي نجيب. لا إذا مصاري مش عايزة أستاذ. في أطلب منك طلب؟ طلب اللي بدك إياه. عماد موعود فيك، موعود بزيارتك، وعماد حزين مشتاق لبيه بحاجة لزيارتك. شو عندكم ليلة وسهرة؟ شو بدي يكون يعني عنا أستاذ؟ تعزميني على العشاء؟ أهلا وسهلا. طيب الليلة الساعة 8 بكون عندكم أنا ورضا. ناطرينك. أستاذ وسيم انتبه على حالك، حديثك مع الباشا كان بخوف. يا باشا بدي اتجرأ واطرح عليك سؤال وبشدد، سؤال مش انتقاد. فيك تسأل وفيك تنتقد كمان خواجة الناظم، ما في مشكلة. دولتكم العلية ما بتعرف انه على طول لما يكون في احتلال عسكري من بلد لبلد تاني بيصير في ثورات ومحاولات للحصول على الاستقلال؟ وضح ناظم، ما فهمت. السؤال سهل يا باشا، ما فهمته؟ ما فهمت نتيجته. لوين بدك توصل بالسؤال ناظم؟ بلش من الاخر. لا يا باشا، ما كان قصدي انه قصده يسألك يا باشا، مع احترامنا لخبرتكم العسكرية، معقول تصدقوا انه بلد محتل كل هالسنين الطويلة ما يخلق فيه متمردين ومطالبين بالاستقلال؟ هيدا ردة فعل طبيعية. رح اعتبرها ردة فعل طبيعية وعم تقتل عسكر من عسكرنا، كيف بتريدينا نتعامل مع ست عايدة؟ نفتح ايدينا للمطالبين بالاستقلال ومنقول لهم تفضلوا اقتلونا بعد لانه ردة فعلكم طبيعية؟ لا. شو بنعمل لكن؟ بتنهوا الاحتلال. عيدا، شو هالحكي عيدا؟ روقوا روقوا يا جماعة، عم نتفاهم بحضارة. وإذا الأحداث السياسية بالعالم بتعتبر إنه بعد ما إجا وقت إنهاء وجودنا هون، شو بنعمل؟ على القليلة ما تعتبرون مجرمين، اعتبرون مناضلين وأصحاب حق. عيدة عيدة، من أنت وصغيرة مش غيبة، قوية وفي بعيوني حكي ما بتقولي، هاتيك بلشت تقولي. أكيد مع بعلمة خي الاستيت على خرب بيتها. في حقيقة كبيرة بتوضح كل الأمور وبترد على كل الأسئلة اللي كنا عم نطرحها.
نحن مش احتلال، نحن وجود عسكري داعم لبلدكم. مشان هيك ردة فعل هالزعران مش ردة فعل طبيعية، هي ردة فعل إجرامية. مفهوم؟ خفتي؟ من شو بدي خوف؟ هلا ما تعملي لي حالك يا لطيف، عنتر زمانه بخاف بهيك قصة. يمكن عنتر زمانه كان عنده حدا يخاف عليه أو يخاف يتركه، أو كان يخاف على حياته لأنه حابب يكملها مثل كل هالناس. وأنت لا؟ أنا غير قصة، أنا صار عندي غير معنى لحياتي. كيف يعني؟ الحياة إلى معنى واحد وهدف واحد. أوف شو متشبس برأيك يا رضا، ما أنا اخترت ساعد التانيين، اخترت عيش للتانيين. يمكن لأنه ولادي لما كانوا عايزيني ما كنت حدن، حب يكون حد كل الناس. بخاف؟ ايه بخاف، بخاف فل واترك هالناس اللي فيي ساعدها، مش أكتر من هيك. حصص صاروا جاهزين، نبلش نوزع؟ أكيد وبسرعة. معك رايحة الأسامة تبع اليوم؟ معي. طيب انتبهوا، انتبهوا بس توزعوا للي ما أخدوا مبارح، هولي بكونوا ناموا بلا عشا وبعدهم لهلأ بلا أكل. بكير يا باشا، عندي شغل كتير لازم امشي. ما تاخذني يا باشا، كانت محاولة من ام عم تتعذب هي وعم تشوف ابنها بخطر وعم يبعد عنا شوي شوي. يا جماعة انا عامل تغطية على وسيم، كل العسكر اللي تحت ايدي بيعرف انه وسيم بيخصني، بس اذا صار اي حادث فردي العسكر مجبور يدافع عن حاله، ساعتها ما بيعود طالع بيدي شيء. معك حق يا باشا. بعد عندك سؤال بدك تسألي عايدة؟ لا 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 يا باشا، سؤال صغير. سألي. في مرة بتشتغل هون عند عمي نازم، صبية وجوزها شاب وعندهم طفل. قبل ما توصل حضرتك بثانية كانت عم بتخبرنا انه جوزها مات بالصخرة تحت ايدين وانظار جيشكن يا باشا. ما في تعويض لهيك عائلة فقدت المعيل؟ هيدي مش شغلتنا. فإذا كيف بتعيش وبتعيش ابنها؟ كبرتي عايدة، صرتي صبية. الله معك يا باشا. الله معك. شو بك اليوم؟ جنيتي؟ لا، قلت اللي حسيته. في شي تاني كمان حسيته؟ خير شو فيه؟ بين وسيم والمرة اللي بتشتغل هون واللي مات زوجها بالصخرة في أكتر من يلي شفناه وسمعناه. شو يعني؟ شو بده يكون فيه؟ ما بعرف، في أكتر من مطبعة ورجال مات بالصخرة. ما تطلع فيي هيك ماما، نحنا ناس وبحقنا نقول اللي منحسه. تعطى عفيفة بدي اشرب مي. كرم عينك. لا مالي، بدي فوت على المطبخ اشرب، تعبت من العود. ست عايدة بتريدي شيء؟ مي. حاضر. طبخكم كتير طيب. صحتين. تفضلي. وين هيدا اللي مات جوزها بالصخرة؟ بالصخرة؟ من هي اللي مات جوزها بالصخرة؟ هيدا الحلوة اللي فاتت وحكيت معها ست عفيفة. مش بالصخرة مات. كيف مات دخلي؟ قتلوه العثمانية. جوزة كان مناضل بطل، كان عم بيهرب قمح وصار حادثة ومات. بس مات اثنين عسكر عثماني و...
أربع طوب. آه. وينه؟ بقوت الكوي. بدي أشوفها. في شيء؟ عملت شيء؟ لا. بدي أعزيها وساعدها. آه. اتفضلي. شو قصتها اليوم مريم؟ كل الزواج عم بيسألوا عنا. مريم سعيدة بدها تشوفي. مين سعيدة؟ شكرا آسيا. أهلا سعيدة. يا ريت في إليك تفضل ارتاح، الأوضة مكركبة. اسمك مريم؟ نعم، على اسم ستي. وأنا اسمي عايدة على اسم ستي كمان. غريب كيف بيصيروا بيسمونا أسامي من الماضي بدل ما نتقدم لقدام. الأسامي ما بيرجعونا لورا. كيف يعني؟ يعني إذا سموني على اسم ستي مش ضروري يكون مثلها، في يكون كملتها. ولا عندك منطق. غريب يكون عندي منطق ست عايدة. وشو المنطق يلي خليكي تكذبي وتقولي انه جوزك مات بالصخرة بينما هو مات بتهريبة قمح؟ منطق حماية ابني، حماية شغلي، تقدر اعيش وعايش عائلتي. مش رح اسألك من وين بتعرفي خيي وسيم، لأنه وسيم متخصص بمعاشرة المناضلين وعنده هواية بالتعتير. الأستاذ وسيم خيك؟ تفاجأتي؟ لا صراحة نعم تفاجأت. ليش؟ ما بستاهل كون أخته؟ لا أبدا مش هيك قصدي، بس فاجأني الاختلاف بالأطباع مش أكثر من هيك. ليش شفتي من أطباعي مريم؟ مش يمكن تكوني عم تظلميني؟ مش مهم. تبقي خبري أصحابك الخدم ما يحكوا قصة زوجك المزبوطة قدام أصحاب البيت إذا عن جد خايفة. ست عايدة ليش جيت لعندي؟ خايفة على خيك؟ منك؟ أبدا حشرية، لأنه حسيت في شي بينك وبينه غير اللي نقال، مش أكتر من هيك. عمي وينك اختفيتي؟ بدنا نمشي. كنت جوا عم بتسير مع الشغيلة. عمو نازم تعطى عفيفة، كان نهار حلو رغم كل شي صار. يا أهلا وسهلا فيكم، بنبسط قد الدنيا بس تزوروني. الله معكم وطولوا بالكم على خيكم، بالنهاية هذا خيكم الكبير ورجال البيت من بعد موت بيكم. الله معكم. يعطيكم العافية. حط ايدك معنا بدل ما توقف تنظر. الله يسترنا من لسانك انت. ما فيي تأخرت على الأستاذ، موعدنا بعد شوي قدام بيته. طالعين الليلة ما هيك؟ طبعا. تحوا انا وسيم. أستاذ وسيم؟ وسيم رجيت لهون. ما عاد في يقعد عند عمو ناصر، طلعت القصة لعبة وجمعوني بالباشا. شو؟ نعم جمعوك بالباشا؟ نعم. شو عم تعمل؟ رايحين نوزع حصص. بدي وزع معكم. شو؟ لازم نمشي هلا على الجبل. مش رح نطلع الليلة على الجبل، رح روح نتعشى انا وياكو كفر اذا بدك ببيت نجيب. ببيت نجيب؟ هيك بدون ما نقول للجماعه؟ شفت مريم عند عمي ناظم وعزمت حالي. كمان شفت مريم عند عمك ناظم؟ وما شفت لي امي وبي عند عمك ناظم؟ هلا بلا طاق حنك ومشي انا وياك نوزع حصص مع كفر، وبس نخلص بنروح عند مريم. عملت لنا الفول مدمس. بس التوزيع له معلمية، ما
بدو احتياطات اذا لقطونا مصيبه. توزيع الاكل على الجوعانين خيانه عظمى بنظر العثمانيين. علموني كيف وزع وما تعتلوا. ما تأخرت. مشي مع عماد. لوين؟ مشي معي وقت اسأل. عم تبكي؟ لا مش عم ببكي. حيدر عمري ولا؟ هيدا سيدة بالضبط يطول بعمره، بده يفش جنينة وأنا رح أشتغل له إياها. ولا شو عارف هون؟ عم برتاح دقيقة، تعبت. امشي ولا؟ امشي يا أحمد روح على الصخرة، امشي! امشي! روح عيط ليالي بدل وزان وقول له ينتبهوا. اشتقتلك نجيب، اشتقت لعيونك. اشتقت لصوتك بالبيت. عماد عم بعذبني شوي مثل العادة، ما بسمع الكلمة. اشتقت لك كتير، على طول بفكر فيك. اصحابك اللي وصيتهم فينا جايين يتعشوا بالليل عندك بالبيت، بيتك الكريم المحب، جايين لأنه أنت وصيتهم فينا، وهن وعدوك، لأنه بحبوك بدهم يوفوا الوعد. بحبك نجيب، رح ضلني افكر فيك لاخر يوم بحياتي. عماد بحبك ومشتاق لك كثير. رح ضلني زورك نجيب، رح ضلك عايش معنا بالبيت لو شو ما صار. ضروري نمضي يا باشا، الجميع بدهم ينفذوه. باشا بك شيء؟ شيل الورق من ايدك، بدي احكي معك حديث. بس يا باشا هيدي كلها امور مستعجلة. انا بعرف اذا مستعجلة او لا. نعم؟
لا يا باشا، بس يلي خبروك بدون يزوني. هيدي بنت بيشفق عليها وعلى اهلها بس، مش اكتر من هيك. روف، ما حدا خبرني شي، عم بسألك اذا بتحب. ما هتكذب علي، جاوبني بصراحة. نعم يا باشا، بحب بنت من البلد، بس هي مع دولتنا العلية للموت. سمعك للموت، يعني مش رح تعرف ما طعم اللذة. كيف يعني يا باشا؟ حلوة مرة متمردة الرافضة، حلوة المرة العالية لما تقدر تنزلها، حلوة المرة العنيدة لما تقدر تكسرها. مش عم بفهم عليك يا باشا. ولا أنا عم بفهم على حالي رؤوف. هات الأمر الأوامر، خلي الناس تنفذ. عمتي شملت البقدونسات، شو بتعمل بعد؟ اعطيها النعناع، خليها تنقيهم. عم تبكي امي؟ لا حبيبي، هيدا من البصل. ما تخاف، ما بقى رح نبكي. قولك الاستاذ اي ساعة بيوصل؟ ليش بس عم تسأل عن الاستاذ؟ مريضة كمان جاية، وانت بتحبه. ايه بحبه، بس الاستاذ صاحب القرار. إذا الأستاذ ما بده يجي ويتعشى عنا، رضا كمان ما بعود يجي. بقول لك الأستاذ معقول يغير رأيه؟ الأستاذ بيوفي بوعده، لأنه رجال مثل بيي. شو يا عجوز نحس؟ بده طفلة صغيرة؟ ها؟ شو عليك؟ هودي كلهم متمردين كلاب. عسكري. نعم. ابعت جاسوس راقب تحركاتهم واوعى يضيعوا منه. حاضر. طيب
خذوا الحصص اللي معكم وكفوا توزيعها، بس انتبهوا صرتم رقابين. طيب قتلكم الله معكم شباب. موفقين. كل ما حشر حالي معكم بشيء عم سبب لكم خير. بظن اني لازم روح على مغارتي اكتبه، بس هذا الشيء الوحيد اللي بعرف اعمله. شو هالحديث استاذ؟ الاستاذ عم يحكي مزبوط، مش ضروري نعمل كلنا نفس الشغله. انت قاري لي شي مقال يا استاذ؟ ان شاء الله ما بتقري لي. شو الاستاذ وسيم؟ بلى. كيفك استاذ؟ ايدك تبوسها. بلينا نتحرى اذا الله راد. بالريشة اللي بتحملها هاليد. الله يخليك الله يخليك. انت بتعرف تقرا؟ لا. لكن كيف بتعرف الاستاذ وبتعرف كتاباته؟ ولو؟ ما الاستاذ اشهر من نار العالم. كنت عم تتصيد سمك؟ ايه؟ بشو؟ بغطس. بغطس؟ اطلع على هون لقلك احسن ما قلتلك. رضا شو بك؟ ليه عم تعمل بالزلمه هيك؟ لا جاسوس. مش ممكن. بلا ممكن. لو جاسوس ما كان حكي معنا. هلا بنعرف شو قصدي يا استاذ ومين اللي بيعته. في حدا غيرك عم بيرهبنا ولا واطي؟ لا طفي هالقديم استاذ، اكيد في غيره. امشي لعلك يا شاطر. امشي امشي. إذا جاي تقلي شي باسم البدن سامي ما بدي اسمعه. شو عرفك إنه هيدا أنا من دون ما تطلعي؟ ما حدا بفوت على أوضتي بهالطريقة الهمجية غيرك أنت. نسيت. خيك التاني بيفهم بالأصول والثقافة. شو بدك سامي؟ قلت لك عم بكتب ومبسوطة وما بدي اسم بدني. كلكم صرتوا تكتبوا؟ عايدة جاي أقلك كلمتين ولا تغطاهم. انت بتعرف اني كل عمري بحبك، كل عمرك الوحيد يلي برتاح لها بهالبيت. هلا بطلت؟ لا بس عم فكر بطل. ليش سامي؟ لاني حكيت بنطفة صدق وصراحه مع الباشا؟ اخذ على خاطرك؟ مسكت واجب مع الباشا ضد اختك؟ لا بس خفت على اختي من الباشا. جريمه هيدي؟ عم بيزيدوها سامي، عم بيزيدوها ظلم وحقد واجرام. عم بيزيدوها او عم بينقصوها؟ نحن ما غصنا عيدا، نحن عائله غنيه ارستقراطيه، كل هالفقرة والمعطرين والحاقدين اللي حوالينا عيون علينا، بيكرهونا بيغاروا منا وبيتمنونا الموت. اذا اجرنا بتسكع لحظه، كل هودي اللي شايفين برات البوابه بلحظه بيصيروا جواتها، بينتفوكي بسنانهم، بينهشوكي وبياخذوا لك بيتك واوضتك وكل شيء بتملكيه. بتصيري انت برا وهن جوا. فهمت شو عم بقول لك عايدة؟ عم بتضخم القصص سامي. لا اختي. القصص هي ضخمة من دون جميلتي. ما فينا نعيد الباشا ولا رجاله، فهمي؟ ما بدي جنون وسيم وانانيته يخربوا لك حياتك. حياتنا كمان. شو دخل وسيم هلا؟ ما كل ما اجى يومين على البيت وفال بتتغيري بتصير وحدة تانية. لأنه صادق. وأنا كذاب ما هيك؟ ليك عايدة أنا خايف عليك لأني بحبك عبنبيك، ومن هونيك رايح أنت حرة. بس كون بعلمك ما رح خلي حدا يخرب لي حياتي. بحبك يا أسواري بس أذنلي لا. ضيع شيء استاذ؟ لا بس عم شوف اذا هني هون. وين بدي يكونوا يعني؟ فوتوا انتوا فوتوا. وهيدا شو بدنا نعمل فيه؟ شو قولك؟ بتشرفنا بتتعشى معنا؟ ممنون، معشى، خليني فل. ايه اتمنى خليك تفل. فوتوا شوي انتوا، انا مشغول مع الاستاذ المحترم. فوتوا. شيء معك هلا؟ شو بتعرف فيي؟ بدك تعلمني الصيد بس. مرحبا، هون بيت الاستاذ عماد؟ نعم، مين بريده؟ قل له وسيم ابو السعد اشتاق له وجاي يشوفه. وانا كمان اشتقت لك استاذ.
كيفك عماد؟ منيح، تفضلوا. رضا ما اجى معكم؟ بلا بس مشغول شوي، هلا بيجي. كيف صحتك نهى؟ الحمد لله، يا اهلا بكفى. تفضلوا. شكرا. يا سيدنا عم بقول لك القصة مش نظيفة، مش قدمهم بعد ما حكيوا كتير، كأنه عرفوه وخطفوه. روق واسمعني منيح، مش مزبوط اللي عم تحكي. أنا بعد خيك معهم مشان نعرف وين عم بيروحوا الزهران ووين عم بيجتمعوا. بس أنا حاسس إنه عرفوه ولقطوه، بس مشيوا طفوا الضو، يعني خاف يكون في حدا غيره عم بيراقب. دخيلك، بعد عسكر يخلصوا لي خيي. عرفوا وين راحوا؟ أنا جيت لهون، بس عفيف بقي عم بيراقبهم، بيكون عارف. روح جيب عفيف وتعال. هلا خبرني، عم تدرس منيح ولا عم تزعبر علي؟ عم بدرس مزبوط. سلامتي نهى. شو يا نهى؟ مزبوط، عم يقرا وعم يكتب. لكن بيستاهل الهدية اللي جبت له اياها. جيب لي هدية الي استاذ؟ طبعا. شو حلوين؟ صار عندك شيء وما حبره ذهب. صرت استاذ؟ لا ما بكفي، بدك تروح على المدرسه. على المدرسه؟ يا ريت يا استاذ، ما عندي الا هالهم. ان شاء الله قريبه. مريم وين؟ عم تلبس ثيابها النظاف، هذا خلص الطبخ. زعجناها وتقلنا شوي، بس شو بدي اعمل؟ اشتقت للاستاذ. بخيرك بدها تقول لي اشفع. انا اخو تعيت لك، بدي اتعلم منك. اتعلم مني شو؟ بدي اتعلم منك الغطس. مين بيعطيك غواطي؟ قول مين؟ مين؟ الك زمان مريضة؟ سنين، زعلة ووجع رواية، وكل يوم عم حس حالي أضعف من يوم، كأني عم دوب نقطة ورا نقطة. شو قال لك الحكيم؟ أي حكيم يا أستاذ؟ بحياتي ما شفت حكيم ولا بعرف حتى شكله. معقول؟ يا حسرت علينا اللي مثلنا يا أستاذ. الحكيم والدواء ما بيلبقولن، الموت بيلبقلن أكتر. ما تقولي هيك كفى، بعيد الشر. أنا رح أهتم بهالقصة، ما تخاف. دخيلك ما تتركني، رح موت من البرد. جمد دم بعروقي. ليش انت فيك دم لجمد بالاول؟ لو فيك دم كنت بتمشي مع المحتال ضد بلدك يا واطي. لك تفوق عليك وعلمت لك يا بلا اصل. بدي اعيش، كلنا بدنا نعيش. ما تتركني هون، رح موت من البرد. هيدي أول خطوة لك انت تعشيت، لو بتشوف تاني خطوة ما أجملها. ما تتركني هون، نحموت بالبرد. عمرك ما ترجع يا واطي. شارف عفيف، مش يصاد الشط سيدنا، وبعد بلعتني، ما عاد فيه لحقتن على المزبوط، الدنيا مكشوفة، ولو كفيت وراهم كانوا حسوا فيه. يعني زلطوا منك يا حمار. بس بعد فشلتهم تقريبية سيدنا، إذا بتبعت معي اثنين عسكري يحموني، بقدر اكتشف محلهم. عسكري؟ بعت اثنين عسكر مع المهبيل. فتش على الزعران اللي كانوا عم بوزعوا اكل. انتبهوا، في معهم صحافي واطي اسمه وسيم ابو السعد. الباشا ما بده يموت، بده يعتقلوا طير، واقتلوا كل البقيين اللي كانوا معه وجيبوا الصحافي اسير.